قم بتقييم العبارة 5 واي للقوة 4 ناقص واي تربيع عندما واي تساوي 3. إذن عندما ترى في المعادلة واي فعليك أن تعوض عنها بثلاثة، تبعا لذلك تصبح العبارة 5 ضرب 3 للقوة 4 ناقص 3 تربيع، وكل ما فعلته هنا هو أنني وضعت 3 بدلا من كل واي، فكم تصبح قيمة هذا؟ علينا أن نتذكر مبدأ ترتيب العمليات، تذكر أن الأقواس تعطى الأولوية حسب أولويات العمليات الحسابية، الأقواس أولا ثم الأسس ثم للضرب والقسمة فلديهما نفس درجة الأولوية، ومن ثم للجمع والطرح كلاهما بنفس الدرجة. فإذا أردت القيام بتقييم العبارة بالشكل الصحيح فعليك البدء بالأقواس ثم الأسس ثم الضرب والقسمة، يليهما الجمع والطرح. وما يوضح هذا أن علينا البدء بالأقواس أولا والعمليات الأسية حيث أنها تعطى الأولوية، إذن علينا أن نقيم هذا الأسس قبل الضرب والطرح. وأول عبارة أسية سنقوم بتقييمها هي 3 تربيع، وتذكر أن 3 القوة 1 يساوي 3، أي عبارة عن 3 مضروبة بنفسها مرة واحدة، فيكون الناتج 3. 3 تربيع يساوي 3 ضرب 3، أي 3 مضروبة بنفسها مرتين، ويساوي 9. و 3 للقوة 3 يساوي 3 ضرب 3 ضرب 3، أو يمكن اعتبارها ك 3 للقوة 2 ضرب 3، حيث 3 ضرب 3 يساوي 9، و 9 ضرب 3 27. 3 للقوة 4 يساوي 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3، 3 ضرب 3 يساوي 9، و 3 ضرب 3 يساوي 9، إذن ستساوي 9 ضرب 9 أي 81. إذا استخرجنا للتو ناتج 3 للقوة 4 وأوجدنا أيضا ناتج 3 تربيع، دعونا الآن نضعهم في العبارة فتصبح 5 ضرب 3 للقوة 4، 3 للقوة 4 يساوي 81، 5 ضرب 81 ناقص 3 تربيع، ولدينا قيمة 3 تربيع هنا وهي 9. 5 ضرب 81 ناقص 9، دعونا نجد ناتج 5 ضرب 81، إذن 5 ضرب 81، 5 ضرب 1 5، 5 ضرب 8 40، إذن الناتج هو 405، إذن نعوضه في العبارة فتصبح 405 ناقص 9 وتساوي، إذا كنا نطرح من 10 فسيكون الناتج 395، لكننا نطرح من 9، بالتالي الناتج هو 396، وهكذا انتهينا.